ما الذي جاء به وماذا يريد؟ فأتاه قرة، فلما رآه الحسين عليه السلام مقبلا قال: أتعرفون هذا؟ فقال حبيب بن مظاهر رضي الله عنه: هذا رجل من حنظلة تميم، وهو من بنو أختنا، وقد كنت أعرفه بحسن الرأي، وما كنت أراه يشهد هذا المشهد فجاءه حتى سلم على الحسين عليه السلام وبلغ رسالة عمر بن سعد لعنه الله إليه. فقال الإمام الحسين عليه السلام: اكتب إلى أهل مصركم هذا أن أقدم، فإذا كرهتموني فإني أنصرف عنكم. فقال حبيب بن مظاهر: ويحك يا قرة، أين تذهب إلى قوم الظالمين؟ أنصر هذا الرجل يا قرة، أنصر هذا الرجل يا قرة بآبائك وبالكرامة. فقال له قرة: أرجع إلى صاحبي بجواب رسالته وأرى رأيي. فانصرف إلى عمر بن سعد وأخبره الخبر. فقال عمر بن سعد: أرجو أن يعافيني الله من حربه وقتاله. وكتب إلى عبيد الله بن زياد لعنه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإني حيث نزلت بالحسين بعثت إليه رسولي فسألته عما أقدم وماذا يطلب، فقال: كتب إلي إلى أهل البلاد وأتاني رسلهم ويسألوني القدوم إليهم ففعلت، فأما إذا كرهوني وبدلهم غيري ما أتتني بهم من رسلهم فإني منصرف عن مصركم هذا. وكتب إلى عمر بن سعد: أما بعد، فقد بلغني كتبك وفهمت ما ذكرت، فأعرض عن الحسين أن لا يبايع اليزيد لعنه الله وهو وجميع أصحابه، فإذا فعل ذلك رأيناه والسلام. فلما ورد الجواب على عمر بن سعد قال: خشيت أن لا يقبل ابن زياد العافية. وقال محمد بن أبي طالب: فلم يعرض ابن سعد على الحسين ما أرسل به ابن زياد، لأنه يعلم بأن الحسين عليه السلام لا يبايع يزيدا أبدا. ثم جمع ابن زياد الناس في جامع الكوفة، ثم خرج فصعد المنبر، ثم قال: أيها الناس، إنكم بلوتم. ثم قال: أيها الناس، إنكم بلوتم آل أبي سفيان، فوجدتموهم كما تحبون، وهذا يزيد بن معاوية قد عرفتموه لعنة الله عليه. ثم نزل عن المنبر ووفر الناس العطاء وأمرهم أن يخرجوا إلى حرب الحسين عليه السلام ويكونون عونا لابن سعد على حربه. فأول من خرج منهم هو الشمر بن ذي الجوشن في 4000، فصار إلى ابن سعد في 9000، ثم اتبعه يزيد بن ركاب الكلابي في 2000، والحسين بن نمير في 4000، وفلان المازوني في 3000، ونصر بن فلان في 2000، فذلك 20000. ثم أرسل إلى شبث بن ربعي أن أقبل إلينا وإنا نريد أن نواجه بك إلى حرب الحسين. فتمارض شبث وأراد أن يعافيه ابن زياد، فأرسل إليه: أما بعد، فإن رسولي أخبرني بتمارضك
وأخاف أن تكون من الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون إن كنت في طاعتنا فاقبل إلينا مسرعا. فأقبل إليه شبث بعد العشاء ليلا ونظر إلى وجهه فلا يرى عليه آثار العلة ودخل رحب به وقرب مجلسه وقال أحب أن تشخص إلى قتال الحسين وأن تكون عونا لابن سعد. فقال أفعل أيها الأمير. فما زال يرسل إليه بالعساكر حتى تكاملت عنده 30,000 ما بين فارس وراجل، ثم كتب إليه ابن زياد: أني لم أجعل لك علة من كثرة الخيل والرجال، فانظر لا أصبح ولا أمسي إلا وخبرك عندي غدوة وعشية. وكان ابن زياد يستحث عمر بن سعد في 6 من أيام محرم لقتل الحسين. وقد أقبل حبيب بن مظاهر إلى الحسين عليه السلام وقال: يا ابن رسول الله، هنا حي بني أسد بالقرب مني، أتأذن لي في المصير إليهم فأدعوهم إلى نصرتك؟ فعسى الله أن يدفع بهم عنك. قال: قد أدنت لك. فخرج حبيب بن مظاهر إليهم في جوف الليل.